والنية محلها القلب، يعني ما تحتاج تعقيد. قال ها نويت ونسيت تنوي، شلون نسيت تنوي؟ باكر رمضان ولا لا؟ قال نعم اكيد اكيد بتصوم انت مسلم. هذه النية، النية محلها القلب، ما يحتاج الانسان يتكلف في موضوع النية. لكن لو قدر صقر يلا دورك، لو قدر ان ابا صقر مثلا مسافر، المسافر يجوز له ان يفطر في رمضان؟ يجوز له ان يفطر، ويجوز له ان يصوم، ويجوز له ان يصوم. طيب زين، فسافر قال انا والله سفر وهذا افطر، في مشكله؟ ما في مشكله. طيب فسفره مثلا 5 أيام مثلا او 4 أيام، فافطر في اليوم الاول، افطر في اليوم الثاني، زين، في اليوم الثالث لما اصبح قال ها ولا الربع كلهم صايمين اللي معاه، زين، ومعزوم على الفطور فقال ليش خلصوا؟ ما يصلح. لماذا؟ لم يبيت النية من الليل. قال طيب احنا في رمضان اكيد بصوم. لا امس واول اسم ما صمت. شو لا اكيد بتصوم؟ مو اكيد بتصوم، واضح. فهنا هذا لم يبيت الصيام من الليل، لم يبيت صيام من الليل. كذلك الحائض والنفساء مثلا، لو طهرت الحائض قبل الفجر تعقد في قلبها انها ستصوم غدا، خلاص ستصوم غدا، فهذه نيتها. لكن لو ما خطر في قلبها انها ستصوم غدا ما يصح صومها حتى تنوي الصيام من الليل. ومذهب مالك رحمه الله تبارك وتعالى ان رمضان يعني عقد واحد، وبالتالي تكفي نية واحدة لرمضان كله، نية واحدة وتكفي لصوم رمضان كله. على كل حال مذهب أحمد أنه لابد أن ينوي كل ليلة. والإشكال في مسألة تقريبا وهي بناصر شلون نومك؟ وسط ولا عميق؟ وصل الواحد نوم عميق. منه لا نام انسو يا هل انسوني؟ منه محد؟ ابو عبد الله. طيب ابو عبد الله لا نام يا هل انسوني، نومه عميق مثلا، فقدر الله ذلك اليوم في رمضان عنده عمل في الصباح واجتهد وتعب وهذا، قبل المغرب بساعتين صلى العصر ونام، ما استيقظ الا بعد الفجر. بعد ذا إذا دخل عليه الليل وخرج الليل وهو نائم، فهو إذن هنا إيش؟ لم يبيت النية من الليل، لأن الليل دخل وخرج وهو خارج الفورمة زين لوحده بروح أحلام سعيدة. طيب فهنا ماذا يكون في وضع مع وضعه؟ على المذهب ثومه غير صحيح. لماذا؟ لم يبيت النية من الليل. وعلى مذهب مالك صومه صحيح، لأن أول ما دخل رمضان هو ناوي يصوم رمضان كله، ورمضان عقد واحد. فهذه المسألة فيها نظر، والظاهر والله العالم أنه كل يوم له حسبته، كل يوم، لكن لا يشترط يعني أن ينوي من الليل، لكن المهم أنه ينوي أنه يصوم رمضان، انتهى الأمر. والحديث كما قلنا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو تقييد لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأمر فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. نقف هنا، الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.